سيد الولاد، سيد رئيس النيابة في بلدية تونس، السادة والسيدات الكراء وطلبات الأعوان حضرات الكرام، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الموسم الجديد لما نحتفل اليوم بالذكرى 61 من مبيعات القوات النبات، وأهنئ بهذه المناسبة السعيدة كافة إطارات الأعوان القوات الأمن الداخلي إليهم بأسمى مشاعر التحضير للمجهودات التي يبذلونها للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطن والممتلكات العامة والخاصة. كما توجه بالتهنئة إلى كل الذين نالوا من شرف التكريم من قبل السيد رئيس الجمهورية صباح اليوم، وكذلك إلى المكرمين في هذا الحفل وفي بقية مواقف الاحتفال التي ستنظم بكافة ولاية الجمهورية. سيداتي والسادة، إن اختيار شعار المؤمن رابط أساس للتنمية احتفال هذا السنة نابع من قناعاتنا بأن الأمن والتنمية هما عنصران متلازمان. الأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها وضامن لدينامتها. وقد انكبت جهود أبناء المؤسسة الأمنية خلال السنوات الأخيرة بمعارضة المجموعات من المؤسسة العسكرية على إشاعة الأمن ونشر الطمأنينة بين المواطنين من خلال العمل بالنصوص على مقاومة الارهاب والحد من خطورتها. قدمت المؤسستان الأمنية والعسكرية من أجل ذلك شهداء أبرار سقطوا في سبيل هذا الوطن العزيز وفدوا أرواحهم لدرجة عامة. ونجدد بهذه المناسبة الرحمة على أرواح شهدائنا الأعداء والإعراب عن مشاعر المواساة لعائلاتهم وأدويهم وتضامن مبادئ معهم، مع تأكيد على حرصنا المتواصل على متابعة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والحركة. كما نتمنى مجددا الشفاء العاجل لكل أبطال قوات الأمن الداخلي الذين أصيبوا خلال العمليات الأمنية والتعديلات الإرهابية. وإني أختم هذه المناسبة لأدعو من جديد كافة المنتمين إلى إثبات قوات الأمن الداخلي لمن ثابر على الاطلاع برسالته الأمنية النبيلة دعما لمناخ الأمن وحماية لمكاسب المجموعة الوطنية وتسبب كل ما من شأنه أن يهدد سلامة المواطنين ويمس من هيبة الدولة وسلطان القانون. كان في احترام الدستور وحقوق الإنسان والحريات وفي إطار القيادة التامة. وأن سعينا الحثيث لتوفير أكثر ما يمكن من التجهيزات والوسائل والمعدات المتطورة حتى تمارسوا مهامكم في أحسن الظروف وبمزيد من النجاعة، مع التأكيد على أهمية توخي حسن التسيير والتصرف في الإمكانيات المتاحة والاستنباط الذكي لأساليب العمل التي تمكنكم من الانخراط الناجح في منظومة العمل الأمن الحديث. كما أن حرصنا متواصل على تكثيف العناية بمحور التكوين والتأهيل حتى يكون جهازنا الأمن دائما مواكبة لأحدث التكنولوجيات والتقنيات المتمكنة من آخر المستجدات في مجال العلوم الأمنية ومناهج حفظ الأمن والنظام العام والجريمة. وتعمل الوزارة على مزيد تعزيز مقومات الجودة في الخدمات المزداة لفائدة المواطنين من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الإصلاحية الجديدة للمنظومة الأمنية، بما يساعد على ترسيخ مفاهيم حديثة تقرب رجل الأمن من المواطن وتكرس أكثر فأكثر مبدأ شرطة الجوار بكل ما تعنيه هذه الكلمة من علاقة متفاعلية بناءة بين المؤسسة الأمنية والمواطن وباقي مكونات المجتمع، بما من شأنه يخدم مصالح المجموعة الوطنية. كما تواصل وزارة الداخلية العمل على تطوير نوعية خدماتها الإدارية وتقريبها من المواطن على غرار الشروع منذ شهر أكتوبر 2016 باستغلال خدمة طلب استخراج بطاقة الصوابق العدلية على الخط لفائدة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى. وسيقع تعميم هذه الخدمة على المواطنين المتواجدين داخل البلاد التونسية في فترة القريبة القادمة. واعتبارا لماذا العنصر البشري من أهمية أصوى في نجاح مختلف المشاريع والبرامج الأمنية، فقد حرصنا على إلاء الإحاطة الاجتماعية كل رعاية ومتابعة
وتم اتخاذ جمله من الاجراءات الحكوميه لتحسين الاوضاع الاجتماعيه والماليه للعوام الداخلي لغايه الشهرجويه 2016. وسيتواصل النظر في مختلف الخطوات المتعلقه بهذا المجال بالتنسيق والتشاور مع مختلف الهيكل المعنيه الاداريه منها المقابيه. ايها الاطارات والضباط والعوام، ان الوظيفه الامنيه المنقوله اليكم تقتضي منكم ان تكونوا دائما في خدمه المواطن، رائدكم في ذلك العلاقه القائمه على الثقه والاحترام وتكريس اولويه القانون ومراعاه مصلحه الوطن، كما تتطلب منكم رسالتكم النبيله التحلي باليقظه المستمره والمثابره على العمل بحماس ووطنيه عاليه ونكران اللذات خدمة لمصلحة شعبنا ومناعة وطننا وتنميته وازدهاره. وفقكم الله، عاش تونس حرة مناعة قدر الدهر، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الآن يا سيد وزير العدل فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير الداخلية، السيدات والسادة الإطارات العليا لوزارة الداخلية ولوزارة العدل، السادة القضاة السامين، السادة الولاة، السيد رئيس النيابة الخصوصية لمدينة تونس، السيدات والسادة إطارات وأعوان مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي، السيدات والسادة الضيوف الكرام، يشرفني اليوم أن أشارككم فعاليات الاحتفال بذكرى 61 لإنشاء قوات الأمن الداخلي تحت شعار الأمن رافض أساسي للتنمية. اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أترحم على أرواح الشهداء الأبرار من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن العزيز بمناسبة قيامهم بواجبهم الوطني. كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى كافة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكهم من موظفي الأمن والشرطة والحرس والحماية المدنية والسجون والإسلاح لما يبذلونه من جهود مضنية في إطار وفائهم لواجباتهم المهنية حفاظاً على النظام العام، حفاظاً على الأمن، وحماية للأفراد والمؤسسات والممتلكات والمنشآت، وذلك إنفاذاً للقوانين الجاري بها العمل وتفعيلاً للمبادئ السامية التي جاء بها دستور الجمهورية التونسية. الجميع يعلم كل ما يقوم به موظف مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من جهود وتفان في العمل للتصدي للإرهاب والتصدي للجريمة بمختلف أنواعها، وذلك لتعزيز مقومات الديمقراطية ودولة القانون في تونس. والأكيد أن نجاح قوات الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن العام يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، إذ بتحقيق الأمن يتحقق الازدهار والتقدم، وذلك بخلق مناخ ملائم للاستثمار وتدعيم عامل الثقة في هياكل الدولة ومؤسساتها، مما يساهم في إنجاح المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص وفي تطوير مجالات التعاون للبلاد التونسية على الصعيد الدولي. إن النجاحات التي سجلتها قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها يستحق منا التقدير والاحترام ويستحق التثمين. وسوف تواصل الدولة من جهتها الإحاطة والعناية بكافة موظفي قوات الأمن الداخلي تحفيزا لهم للاضتلاع بمهامهم
مع التحلي بالحماس والروح الوطنية خدمة للصالح العام ولما فيه خير البلاد. اسمحوا لي في الختام أن نتقدم بأحر التهاني إلى كل الذين شملتهم الترقية وشملهم التوسيم من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي، وأتمنى للجميع مزيد من التقدم ومزيد من الرقي والنجاح لما فيه خير الشعب التونسي ولما فيه خير تونس العزيزة. وشكرا.